واحد وواحدة مشاو للبحر وقالت لي سالتي، قالت لي برومانسية كتفكر؟ قال لي اه. قالت لي وهي حشمانة فاش كتفكر؟ قال لي كنفكر الا كان هذا البحر كله مرقة شحال خاصهم من الخبزة. واحد مشى يخطب واحد البنت، قالت له امها انا الشرط ديالي بنتي تسكن بوحدها، ويجاوب هذاك خونا قال لي وانا فين نسكن. واحد مشى مع مدامته للسينما شرا شيبس وبدا ياكل، قالت له مدامته ذوقني، عطاها حبه كلاتها، وقالت له زيد ذوقني، قال لها يا الحمارة كاملين عندهم مذاق واحد. واحد مبوق قاعد قدام تلفازة وكيضحك، قال لي صاحبه مالك؟ قال لي المبوق دابا هذيك التلفازة وملي كنسد عيني كتكون لي راديو. واحد المبوق شاف واحد البنت رقيقة بزاف، سولها فاش خدامة؟ قالت ليه عريضة. قال لها في اين ملعب؟ ده واحد قال لمرتو واش ديري المسخون؟ قال لي صاحبه ويني راجل صاحبي؟ قال لي الراجل ايوا شنو بغيتي نوصل لما عند المبرد؟ تخيل نشرى صباط جديد، قال لي البائع راه غادي يضرك في رجليك اليومين الاولى، مش هذاك خونا هو يخلي حتى النهار الثالث عاد لبس. واحد الولد سول امه، كون ما تزوجتيش بابا وما ولدتينيش واش مشيتي عند الناس تعرفيني؟ حاملة اتفقت مع راجلها مني يولدو بنت يسميوها مبروكة، وإلا ولدو ولد يسميوه مبروك، من اللي ولدت ليه المرأة خرج الطبيب عند الراجل وقال ليه ألف مبروك، هو يسخف لينا الراجل مسكين. الراجل كبير بغى يجدد الحب ديالو لمرتو العجوزة، قال لها جبان ليك نرجعو أيام زمان، أنا غنهبط للجردة ونتلاقاو تما. مراتو عجباتها الفكرة ونزل الراجل وبقى كيتسناها ساعة ساعتين ثلاثة تسويع والو ما جاش، ويرجع للدار لقاها جالسة كتفرج وسولها مالك ما جيتيش؟ قالت لي ما خلانيش بابا نخرج. دخل القسم معطل بلا ما يدق الباب، قال لي الأستاذ معصب واش هذا كوري؟ جاوبه التلميذ لا هذا مغربي يا أستاذ. هذا واحد الأستاذ سول واحد التلميذ ما هو أقرب كوكب إلى الأرض، حتى واحد ما عرف يجاوب. شوية هو يهز واحد الكاسول يديه، أستاذ أستاذ أستاذ، قال لي جاوب. جاوبوا الكاسول كوكب المراكش. دارمي عنده جوج ديال الولاد كسالى، جاو ليه في قسم واحد، في الآخر ديال العام ما نجحوش جابوا ليه النتيجة. شاف ديال الأول هو يجبد معاه بواحد التصرفيقة، شاف ديال الثاني قال ليه مزيان خاصك غير تجتهد شوية، الأول ما تسرطاش له. سول خوه كدرتي ليه صاحبي؟ قال لي درت ليه 50 درهم وسط النتيجة. هذا واحد خونا دخل سكران الدار، مشى للطواليت غير حل الباب الضو يشعل وحده، غير يسد الباب يطفى وحده، توسوس. الغد ليه دخل الدار ساحي، وقف حدا الطواليت يتسنى في الضو يشعل وحده، والو ما بغاش. شافتو الوالدة ديالو قالت ليه مالك؟ عاود ليها القصة. قالت ليه سير ولدي الله ياخذ فيك الحق، انت هو اللي بلتي لينا البارح في الثلاجة. كلخ مات ليه صاحبه وبغى يقولها لمرتو بلا ما يخلعها، قال لها راجلك خسر فلوسه كاملين في القمر. قالت لي الله يعطيه شي مصيبة. قال لها وبعد الدار؟ قالت لي الله ياخذ فيه الحق. قال لها وتزوج عليك؟ قالت لي يا ربي دخلوا عليا ميت في هذا النهار. قال لها صافي راه مات اليوم يدخلوا عندك ميت. الأستاذ كيعلم لواحد التلميذ عملية الناقص، قال ليه جوج ناقص جوج شحال تبقى؟ التلميذ ما عرفتش. الأستاذ جبد ليه جوج كرواسات وقال ليه شحال هادو؟ قال ليه التلميذ جوج كرواسات. قال ليه الأستاذ هاك كل هادي زيدك هادي شنو بقى دابا؟ قال ليه التلميذ شي براد ديال أتاي يكون بعقله. هذا نعم سيدي واحد السيد جا من الخارج، ايوا هو يشري الباط ديور شري الحوايج المهم تهلا فيه ديال بصح، هو يقول لي الواليد هادشي كلشي شريتو لي غير باش تسمح ليا وترضى عليا حيت هذيك النهار تعصبت وضربتك. هو شنو قال لي با؟ قال لي الله يرضي عليك اولدي راك ضربتيني هذيك النهار غير على مصلحتي. هذا واحد البوليسي بغى يوقف واحد مول الموطور حيت حرك الضو الحمر، مول الموطور هرب، البوليسي هز عينيه بان ليه واحد البوليسي اخر في الروضه اللي قدامه
هو يشير ليه ونعت ليه فوق المطار، من المطار بان ليه بوليسي قصده ويوقف. هو يقول ليه، قال لك شاف الا بغيتي تسخر ليك راني غادي نجيب ليه نيت شي كاسكرة ديال الكفتة. بوليسي مسكين على نيته، هو جبد 20 درهم وعطاه ليه، قال لي تعالى جيب لي شي واحد وقول ليه ما يقويش الحار. هذا واحد السيد طاح من الدرجة ديال الباب ديال الدروج، كلاها في رجليه، مشى عند الطبيب وهو يقلبو وعطاه بومادة. ويقول ليه الطبيب دهن ديك البلاصة اللي تحتي عليها، هو يمشي ويدهن الدرجة. هذا نعم سيدي واحد خارج عليه مرتو، ديما هو اللي كيغسل ليها الماعن. واحد النهار جالس مع واحد صاحبو وهو يقول ليه هاد المرة ملي دخل الدار مع الدخلة ديال الباب قول ليها واش كاين غدا. مشى لعم سيدي هو يدخل الدار ويغوت عليها حنان، وهي ترد عليه بالجد حتى هي، قالت لي مارك، وقال لها واش كاين شي ماعن نغسلهم. واحد الراجل لعم سيدي قال لمرتو وجدي راسك اليوم غادي نتمشاو على برا، وملي رجع للدار في العشيه لقى حاطه الطبله في الزنقه. هذا واحد السيد ناعس هو مرتو ضربته الفيقه وسط النعاس تيبكي، بقى كيبكي كيبكي ويتسول مرتو قالت ليه مالك، قال لها راه شفت واحد الحلمه واحد الاميره زوينه قتلاتك وخطفاتني وهربنا. قالت لي ايوا ايوا راجع نعس هذيك راه غير حلمه ما تخافش. قال لي راه هذاك الشيء علاش انا تنبكي. قال لي واحد السيد مشى يخطب واحد البنت، هو يسولو باها بوت ديك البنت، قال لي فاش خدامه ولدي، قال لي كنبيع ونشري في الارض. هو يقول لداك بوت البنت قال هاد السيد هذا لاباس عليه، داست لي الايام ويلقاه مفرش تقاشر كيبيعو في السويقه. واحد البنت وقفات بطلوبين ديالها في الفيروج، وشعل الضو الخضر ما مشاتش، وشعل السمر تا هو ما مشاتش، وشعل الاحمر ما مشاتش. هو جا عندها البوليسي وقال ليها سمحي لينا اختي راه غير هاد اللوينات اللي عندنا. هذا واحد الاستاذ كيعلم لواحد التلميذ عمليه الناقص، قال ليه جوج ناقص جوج شحال تيبقى، التلميذ ما عرفش ويقول لي الاستاذ غير بشويه انا غنفهمك. قال لي جبد لي واش جبد لي جوج كرواسات، قال لي هادو شحال، قال لي جوج كرواسات. هو يقول لي الاستاذ هاك كل هادي وزيدك حتى هادي وقول لي دابا شنو غيبقى، قال لي غيبقى شي بره ديال هاتي يا استاذ. هذا واحد مشى للفرماسيان وقال لهم بغيت الحليب ديال الدراري الصغار، سولو من الفرماسيان قال لي شنو سميتو، قال لي بوشعيب. هذا واحد السيد شرب بارابول تخبي على عائلته وقال لهم حتى واحد ما يطلع للسطح، راه شريت واحد الكل كبير. وناض واحد السيد من عائلته ويطلع يطلع يقلب شنو كاين الفوق. نعم سيدي كيقلب تما ما شنو قال ليهم بط كيجري مخلوع، هما يسولوه واش شفتي الكلب، قال لهم لا راه شفت غير الطبسي اللي كياكل فيه. هذا واحد تيسكر وقبل ما يشرب البيره ديالو تيقول بسم الله، هو يقول له صاحبو واش انت مريض، قال لي انت كتشرب شي حرام وكتسمي، قال له واش بغيتي الشيطان يقولبني جوج مرات هو كيجيبني البار ونزيد نشربو من عندي. واحد المرة نعم سيدي كاعية مع راجلها وهي تقول لي كون غير خديتي بيس وما خديتكش. وشنو قال لها هو، قال لها شرعا ما مزيانش المرأة تاخد تزوج بخوها. نعم سيدي هذا واحد السيد قال لي راه كاينه واحد الشوافة في دكانة كدير كدير كدير، ويمشي لعندها وشوف غدير ويمشي لعندها، كان عندها كيدق كيدق دق 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 دق، بغيت تقول لي الشوافة اشكون؟ ورجع عندهم قال لهم هي ما عرفتش شكون اللي كيدق عليها ولا دفى بعدا تشوف هي المستقبل. هذا واحد السيد كيصلي في الجامع بقى كيصلي تي شوية ويتلف واحد الجكعات ما عرفوش يكمل ولا صافي بركة، وكيقلب كيدور بحال هكدا كيدور بحال هكدا كيقلب ليه الفقيه. قال لي واحد الشمكان مربي واحد اللحية كيصحاب الفقيه، مشى لعندو كيسولو قال لي انا نسيت الفقيه رصيت واحد الجكعات ما عرفت واش مكمل ولا صافي بركة، ويقول لي داك الشمكان واش شاف شي واحد، قال لي لا، قال لي صافي ميك. هذه
الطوبيس كتجي لي عاونوني 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 حتى واحد ما داها فيها وهي تهبط وهي تقول لها واحد المراه على لا على لا الطوبيس فين غادي قالت لها غادي جهنم هذه واحد الجوج زعما سيدي مكالخين واحد قال الاخر الا قلتي لي شنو كاين في هاد الميكه كحله نعطيك ليمونه منا الاخر بقى كيفكر هو يقول ليه الحوت هذا واحد مغربي نزل من الطوموبيل هو يحل باب مرتو مرتو ما فهمت والو السيده قالت لي ما عرفتش اجاك توليتي رومانسي اليوم قال لها وانزلي يا المصيبه راه الباب مهرس كيتحل عار على برا نعم سيدي هذه واحد نكيته زوينه واحد مزوج فيه الوسواس كيمشي للخدمه وكل ساعه كيعيط لمرتو فين نتيا كتقول لي انا في الدار انا في الكوزينه كيقول ليها خدمي المونينيت باش نتاكد المهم بقات خدامه واحد النهار خرج من الخدمه بكري ومشى للدار وتلقى ولدو ويسولو فين هي ماماك قالو بحال ديما زاد المونينيكس وخرجات واحد المغربي مشى الحج وفاش رجع من الحج مشى ديري شاد محمد مول الحانوت اللي كيتقدى عندو قال ليه محمد واش بدك الكريدي ديال كارني محمد فرح قال هاد السيد هذا تابع لي الله وجا غايخلصني قال لي فين هي سميتي قال لي محمد هاهي قال لي زيد خدها الحاج هذا واحد الراجل مرته ديما كتقتلو بالعصا واحد النهار غادي يجي عندو صاحبو وين ونعم سيدي ومشى عندها طلبها ما تضربوش قدامو من يجي صاحبو ضايبان قدامو لايبان قدامو بدا كيغوت عليها وجات ليه عطاتو واحد السلخة ديال العصا خلاتو كيتنخسس شاف فيه صاحبو قال ليه سلاتك انت بعدا كتخليك تبكي ان انا كتقول لي اسكت وقطع الحس انا واحد خونا مفروح فروح والو سول واحد خينا وقال لي خويا عافاك شنو هو اسرع طريقه توصل للسبيطار شنو جاوبو الاخر قال لي غمض عينك وقطع الشانطي واحد الولد نعم سيدي سول باه قال لي بابا شنو هو الموضين قال لي با ما عرفتش ولدي قال لي وشنا هي الانترنت قال لي ما عرفتش ولدي وقال لي وشنا هي العولمة قال لي ما عرفتش ولدي فاوية تنوض الأم هي الدري وتقول لي أخلي عليك باك باك ما تبرزت فيه وقال لي يا راجل أخلي عليك الولد يستافد هذا واحد مشى يسول على صاحبه المود هادي ما شافو دق في الباب الدار خرجت ليه موت صاحبو قالت لي صيفطنا ولدي شري لينا اللحم شهرين هادي ما بان وقال لها وشنو درتو قالت لي درنا دجاج واحد الجوج ما عندهمش الفلوس تعفقوا يركبوا في الطاكسي ومن يحطوا في الطاكسي هربوا يا كسيدي ومن يحطوا في الطاكسي بالفعل وما يهربوا هو يشوفوا من الطاكسي وتا هو هرب تيسحف ليه حطوا ليه قنبوله هذا واحد المكلخ حلم براسو تجمع عليه ربعة ديال الدراري بغاو يسلخو الغد ليه جمع صحابو كاملين وجابهم ينعسو معاه واحد الشيباني قال صاحبو في يامة الشباب كانوا العيال تجري وتبعوني قال لي صاحبو ودابا قال لي لا لا دابا صافي عفالي الله من الشفرة ديال السيكان هذا واحد الراجل كيجري مورا التران كيطيح وينوض يطيح وينوض الناس كاملين اللي راكبين في ديك التران كيموتو عليه بالضحك وما ينوض واحد السيد هو طالع عليه من الشارجة ويقول لي أباركا صاحبي راه قتلتينا بالضحك ويقول لي لا بتموت بالخلعة أنا هو الشيفور واحد خينا كيغسل الطوموبيل ديالو وبدا كيغسلها من البلاكة هي الأولى قال لي صاحبي واش كاين شي واحد كيبدا من البلاكة قال لي راه واحد النهار بديت كنغسلها من الفوق وفاش وصلت البلاكة لقيتها ماشي طوموبيلتي هادي وحدة قالت الراجل ها نصاوب لك المسمن ولا دعرير قال لها صاوبي فمك هو الاول واحد مشى يخطب واحد البنت وقالت لي اما انا الشرط ديال بنتي تسكن بوحدة قال لي وانا فين نسكن
واحد السيد مشى مع مرتو للسينما، شرى ليها شيبس وبدا ياكل. قالت له مرتو دوقلي، عطاها حبه وكلاتها. وقالت له الراجل سد دوقلي، قال لها يا المكلخة راه كاملين عندهم بنه وحده. واحد السيد صونا المراه ديالو وقال له وجدي ليا الماء سخون انا جاي دابا. ويدور صاحبه ويشوف فيه وقال ليه ويني رجولة فيك هذه يا صاحبي، وقال ليه ايوا شنو بغيتيني نغسل الماء عند الماء بارد. هذا واحد ما عمرو ما مشى للبار، نهار مشى ليها بانت لي واحد البلاكه مكتوب عليها الرباط سلا. هو يقول صاحبو هذا الرباط ما لقايم جاي سالا حتى جينا لي حنا. هذا واحد خينا شرا صبط جديد وقال لي مول الحانوت راه غادي يضرك فيا مات الاولى في النهار الاول ونهار الثاني، هو يخليه حتى النهار الثالث هو يلبسو. هذا واحد الفقيه كيتفرج في واحد الفيلم امريكاني مع شي جماعه، شاف واحد اللقطه خايبه هو يقول لهم اعوذ بالله واستغفر الله اعيد هذه اللقطه لنرى ما فعله الكفرون. هذا واحد الولد كان تابع واحد البنت هو يشوف خوتها وحكموا عليه صبغ ليهم الدار بالشيته ديال السنان. داز من حدا واحد السيد وبدا كيضحك عليه وقال ليه مالك كتضحك؟ قال له شي الدار اللي كتصبغ فيها انت بشيته السنان انا اللي درتيها المرطب المعلقه. هذا واحد غير دخل الامتحان ديال البرك ودغيا خرج، قال ليه ما تخرجش دغيا؟ قال لهم راه قال لي الوالد جي انت الاول. هذا واحد السيد مشى الحمام، ايوا ما سيدي غادي يدخل الحمام وغادي كيغني والحمام سخون والحمام سخون، وما عرف دخل لداخل وما عرف شنو بان ليه، هو يرجع ونسيت الصابون ونسيت الصابون. هادي واحد خيتي خايبة ما فيها ما يتشاف، وهي تمشي الحمام، دخلت لداخل ويبان ليها واحد الجن ويتقول ليه بسم الله الرحمن الرحيم، قال لها الله حيدتها ليا من فمي. هادي واحد المش شد واحد الفار، هو يقول لي داك الفار دابا انا ضعيف واخا غتاكلني ما غتشبع ما والو، قال لي صبر عليا نمشي للدار نجيب لك المراه ونجيب لك الدراري ونجيب لك واحد النسيبه طوبه راه بايته عندي البارح. هي هذيك نعم سيدي هو يطلق المش، مشى الفار هو يضرب بواحد النعسة ودار رجلي فوق رجل، الفار تعطل هو يمشي المش طل عليه ويقول لي الفار طل عليا المك راه غازوفري. هذا واحد السيد كيصلي في الجامع، خرج مع الخرجة وما لقاش البلغة ديالو داوها ليه، ولات كيغوت تما، اللهم هذا منكر حشوم عليهم داو ليا البلغة، والله لا حشوم عليهم. ويخرج ليه الفقيه ويقول لي انا عند الشيطان، قال لي مال الشيطان تلبس 42. حميدة عروبي أول مرة كيمشي البحر، ايوا نعم سيدي فاش مشى هو يحيد الجلابه ديالها وبغى يعوم، ايوا يجيو لي واحد الجدري صغار جاو عندو كيجريو، قال لي اصبر صبر صبر شنو باغي ندير؟ قال لهم باغي نعوم، قالوا لي لا اجي عوم راه البحر بالفلوس، قال لهم شحال؟ قال لهم 16 ب10 دراهم، خدا من عندهم جوج سطوره خواهم على راسو ويجبدو بواحد الركده، ايوا فاش فاق في العشيه وبان لي البحر خواه، ايوا يقول أبا على شنو هاد المساخط هادا؟ هادا واحد السكيري تلاقاو مع البوليس في الطريق، هما يقول ليه أرا لاكارت، قال ليهم واش شتي صالات ولا بيداتي؟ قال لي كتفل علينا، واخا طلعوه في الصافيط عطاو السلخة ديال العصا، هما يهبطوه، قال لي دابا كي جات في التعبئة، قال ليهم في خبار واش دايرين روشارج. هادا واحد السيد مخاصم مع مرتو، إوا يصوني ليها. قال لها الو قال لها شنو دايرين؟ قالت لي دايره السم. هادي واحد نكيته زوينه، هادي واحد السيد نسيتو دار تكسيده ضربات طوموبيل، ويسولوه قال لي هي دار تكسيده وانت ما شلاق مكحلين؟ قال لي مشقيت بوسان في الرويض. هادي واحد خونا ما كيدخلش سوق راسو، واحد النهار لقى الناس مجمعين على واحد تكسيده، هو يقول لهم وخليوني ندخل انا اخ الضحيه من اللي دخل لقى حمار ميت. هذا العبد سيدي واحد الراجل كيسعق مشى لواحد العمارة عالية، هو صوني على الطبقة الأخرى، هو جابو مول المحل قال لي واشنو بغيتي؟ قال لي هبط عندي ضروري نقولك شي حاجة،
ايه مول ما حلوه يا بط عنده، بط عنده جاج. وشنو قال لي داك الطلاب؟ قال لي شي صداقه. هو يقول لي مول ما حل جوت عليه الدم، هو يقول لي يلا معايا اطلع الفوق ونعطيك. طلعوا في الدروج فوق، طلعوا جا الفوق، هو يقول لي الله يسهل. واحد الولد سول الام ديالو وقال لها كون ما تزوجتيش بابا وما ولدتينيش واش شفتيني عند الناس تعرفيني. وحده قالت لراجلها حلمت البارح شريتي لي لبسه واعره، وقال ليها اليوم احلمي راسك لابساها. واحد نعم سيدي كياكل ديما بلا ما يقول بسم الله، واحد النهار كلا كسكسو بالحرار، هو يهزم مورا دابا هو يقول الشيطان ودابا شوف باش تبرد. هو يقول بسم الله. هذا نعم سيدي واحد السيد مبليد الكارطة غا كيشرب الحريرة في رمضان يمشي كيجري القهوة يلعب الكارطة غدلين غدلين، ويقضي واحد النهار مرته ويقول لي راجل تجلس معانا شوية، تجلس مع ولادك، تفرج في السلسلة، عطا ما غيدير، دار كارطة كارطة كارطة، مشي القهوة يجي حوايجك عامرين دخان، أو بزاف هادشي. قال لي لا لا ضروري أنا خصني نمشي، أبوي خصني كيسالي جبال، أنا سير جمونادات، يجي يشوفني يجيك مليح، عندك جوج كلمات، يا إما غتجلس معانا ولا غنجمح حوايجي وغنمشي لدارنا. او الزغبين مالقى ما يدير سكت، شافتي راهي هو يجلس وخا دابا بقى معاري ومشوش مع الكارطة ونعس وفيقاتو السحور وفايق مقلوب وضايخ، قالو غير مع الكارطة. عطا مسمنة لبنتو، عطا مسمنة لمرتو، وبقى شاد المسمنة ديالو وسايب، وقالت ليه مرتو كول، قال لها كون نتوما انا اللي فرقت. هذا واحد الراجل مخاصم مع مرتو، هو يهوت عليها في التليفون وقال لها اش مديري اليوم العشاء، جاوبتو هي قالت لي السم، ايوا قال لها مزيان لا مزيان، ايوا غير تعشي ونعسي راني غنتعطل اليوم في الخدمة. هذا انا مسيدي واحد السيد سمع الغوات عند الجيران في نصاصات الليل ومشى يشوف اشنو واقع، وقالوا لي إما تربون الروبيني في شي تسموم. ورجع الراجل للدار وسولته مرته قالت لي اش وقع الراجل، قال لها لا والو، قال لها اشرب لك شي كاس ديال الماء ورجعي نعسي. هذه واحد المعلمة سولت واحد التلميذ قالت لي واش عاونتك ماماك في التمارين، قال لها لا راه دارته بوحدهم. هذا واحد الشفار دخل واحد الدار يتشد مولا الدار غليظة ويتجلس عليه ويتقوت على ولده مصطفى هوج على البوليس، هو يقول لي عتق عتق دخيخة مصطفى هوج على البوليس. هادي واحد السيدة حطت الماكلة لراجلها ويقول لي قول بسم الله عندها تاكل باش ما ياكلش معاك الشيطان، ويقول لها انا ماكلتك الزينة الشيطان ملقى ما ياكل غياكل ماكلتك انتيا.